طبعا رحلة خاصة هي على مدى طائرة من الخطوط التونسية. بالمناسبة نحب نشكر الإدارة العامة تاع الخطوط التونسية اللي تفاعلت معنا ووفرت طائرة بالرغم من كل الصعوبات اللي عندها، يعني هي ناقصة طائرات وعندها عدة رحلات. الحمد لله وصلنا الاتفاق وخذينا الطائرة هذه اللي باش تقل الوفد تاع الترجي الرياضي حتى جوهانسبورغ، تبقى في جوهانسبورغ وترجعهم بعد مباراة إن شاء الله يوم الجمعة القادم. الديتاي نتاع الرحله قد ما ساعه، وين باش تعمل اسكال، شكون باش يقود الرحله؟ اللي باش يكون على رئيس الوفد هو السيد حمدي المؤدب رئيس النادي، ثم موجودين اعضاء المسؤولين على فريق كره القدم. الرحله باش تكون على مرحلتين، المرحله الاولى ما بين تونس ونجميره عاصمه تشاد، ثم تقريب ساعه في نجميره يتزودوا بالوقود، ثم يواصلوا الرحلة لجوهانسبورغ. الشيخ ميس الدريدي اللي هو موجود عنده يومين الآن في جنوب أفريقيا حضر كل ما يهم يعني الإقامة هناك، ثم يتنقل فريق البريتوريا وين باش يتلعب الماتش. نتوقعوا أنه الوصول لبريتوريا باش يكون في حدود الساعة 10 ليلا، ربما مع شكاردوزو باش يعمل ربما حصة إزالة إرهاق، ثم يكون العشاء ويعني ياخذوا الراحة نتاعهم. غدوة ونهار الخميس حصص تدريبية، ويوم الجمعة المباراة إن شاء الله، وتكون العودة يوم الجمعة بعد المباراة. بالنسبة للجماهير، فما تنسيق بينكم بين الجماهير وبين الإدارة يتحاولوا؟ ثم رغم أنه ثم عدة جماهير تنقلت وحدها، ثم زوج مسؤولين على من خلية الأحباء اللي هما سي سيف العجمي وسي عبد العزيز الفراتي، اللي سافروا اليوم مع الفريق باش يحاولوا يأطروا الجماهير نتاعنا اللي موجوده في جنوب افريقيا واللي بدات تتوافد. شفنا الصور بداوا يتفاوتوا على جوهانسبورغ.